السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حطيتش في دماغي عنوان الفيديو قبل ما اتكلم، لاني ناوي اخلي الكلام مفتوح شوية النهاردة، لان في حاجات كتيرة الواحد عايز يعني يعلق عليها. فالعنوان هسيبه في الاخر وهكتبه بعد يعني ما اخلص الفيديو بشكل نهائي، فارجوكم تسامحوني ان انا لن اذكر عنوانا، ولكن سوف أدع الحوار مفتوحا للحديث في بعض الأمور. وهبدأ من الأستاذ الفاضل صديق القناة الأستاذ نبيل الأزهري، اللي أرسل إلي عتابا رقيقا في واحدة من الفيديوهات اللي اتكلمت فيها امبارح، معاتبا إياي على تعبير حيطة الإدارة واطية شوية. التعبير ما عجبوش، وانا مقدر رايه ومقدر احترامه ومقدر ادبه في انه يلفت نظري، ورغم ان انا رديت عليه في القناه ورديت عليه في موضع الفيديو وعلقت، واعتقد ان انا ارسلت اليه دفاع منطقي صغير صحيح، ولكن دفاع منطقي اعتقد انه يبرئ ساحتي، الا اني بجد اني الرد من خلال هذه الفيديو ده يعني ممكن يكون مدخل مناسب للحديث فيما أريد أن أتحدث فيه. حيطة الأهلي واطية شوية، أنا قصدت منها أستاذ نبيل وقصدت منها هي أي حد ما عجبوش التعبير، مش إن إدارة الأهلي عندها مشكلة أو إن الإدارة في الأهلي عندها ما يمكن النظر إليه على إنه أزمة أو مشاكل زي ما في بعض الناس بيدعي عليها، ولكن انا قصدت منها بشكل واضح ان في بعض الناس من الاعلام يدرك جيدا ان انت مهما قلت في الكابتن محمود الخطيب مش هيرد عليك، مهما انتقدت ادارة الكابتن محمود الخطيب او قلت اي حاجة في دماغك الكابتن محمود الخطيب مش هيقول لك انت بتقول ايه. وكذلك الامر بالنسبة لمجلس ادارة النادي الاهلي، ومش مجلس الادارة ده، جميع مجالس ادارات الاهلي. وخلي بال حضرتك يا استاذ نبيل ان جميع مجالس ادارات الاهلي تم انتقادها، يعني محمود طاهر تم انتقاده، الكابتن حسن حمدي تم انتقاده، الكابتن صالح سليم انا شفت مقالات وانا صغير بتنتقد الكابتن صالح سليم، وانا يعني صبي قريت مقالات كتير في انتقاد الكابتن صالح سليم وفي انتقاد تغيبه عن النادي، وانه هو المفروض ما يكملش في اداره النادي لانه مش موجود ومش متواجد في مصر وساب الدنيا لحسن حمدي. فكل اللي انتوا بتشوفوه حصل مع الكابتن محمود الخطيب حصل مع الناس، لكن مشكله العصر اللي احنا فيه دلوقتي او المرحله اللي احنا عايشينها دلوقتي فيها مرتضى منصور، فيها اعلام غير مهني، طبيعي جدا ان العيار شديد شويه. الكابتن محمود الخطيب راجل مؤدب، مجلس اداره النادي الاهلي تاريخيا مجلس مؤدب، مش بس المجلس ده، المجالس كلها تاريخيا مجالس مؤدبة، مش بترد مش بتتكلم، فالطبيعي الإعلام يدرك جيدا أنه يستطيع أن يفعل ما يريد وهو في أمان وبمنأى عن الانتقاد أو بمنأى عن الرد أو بمنأى عن التطاول. حتى لو أنا عيقت على كلامك، حتى لو أنا انتقدت كلامك، هنتقد كلامك بأدب، هنتقد كلامك بذوق، هنتقد حتى كلامك بشياكة، ان ده هو ديدن النادي الاهلي. لكن الناحيه الثانيه في نادي الزمالك انا قدام موقف مختلف. انا بشوف النهارده مثلا الاستاذ سيف زاهر في رده على حسام عاشور اي تعبير قريب من اللي انا قلته، قال مجلس اداره الاهلي متكتف. ايه اللي مكتف مجلس اداره الاهلي يا استاذ نبيل؟ هو تقريبا نفس الفكره يعني، نفس وجهه النظر، وانا عارف ان التعبيرين مختلفين يعني. قال لك مجلس اداره الاهلي متكتف، متكتف بايه؟ متكتف بمبادئه، متكتف بطبيعته، متكتف باسلوب مجالس ادارات الاهلي تاريخيا. تاريخيا انا لا اذكر ان اعضاء مجالس الاداره في الاهلي يعني كانوا في وقت من الاوقات منتشرين على الساحه الاعلاميه في اي حقبه من الحقب، يمكن باستثناء شويه حقبه محمود طاهر، ايام ما تجيش 1/10 من اي حقبه في عصور الزمالك. ده بالنسبه للاستاذ نبيل وبالنسبه لتعليقي. لكن انا برضو بشوف هذا الكلام مفتتح لما يمكن ان احنا نتكلم فيه كالعادة، او خلال الفترة اللي فاتت زي ما قلنا ان في صدمة عند الاعلام الزمالكاوي وعند السوشيال ميديا الزمالكاوية
موضوع فاروق جعفر بالتأكيد موضوع كبير وموضوع كان خطير، وإعلام الأهلاوي كان عليه عيش، أو بمعنى أدق السوشيال ميديا الأهلاوية كانت عليه عيش، وحقنا يعني طلعناهم مسرح يعني بما فيه كفاية، ولسه هنطلعهم تاني. فبدأ الإعلام الزملكاوي يستعين ببعض القضايا أو ببعض الأشخاص اللي عارفين كويس جدا إن هم من الوارد إن هم يصنعوا حاجة من حاجات التوازن. فبدأ أحمد حسام ميدو امبارح باستدعاء حسام عاشور، لكن بردة فعل الجمهور الأهلي وردة فعل بعض الإعلاميين، لأن أنا النهارده مثلا سمعت سيف زاهر، في ناس كتيرة اندهشت وأنا من ضمن الناس اللي اندهشوا، وعملت يعني هزرت في الموضوع ده كتير النهارده. لكن سيف زاهر بعد ما سمعته الراجل حقيقي حسيت ان هو صادق في كلامه، حسيت ان هو منفعل بشكل امين، وواضح ان الراجل يدرك جيدا ان حسام عاشور بعيد كل البعد عن كل اللي هو قاله وكل اللي هو ادعاه، وده احنا اكدناه امبارح بما فيه كفايه. ايضا عبد الناصر الزيدان في حواره مع الاستاذ احمد السيد المراسل الدائم بتاعه في النادي الاهلي كان النهارده بيقول كلام شنيع على حسام عاشور، وانا اهتميت بعبد الناصر زيدان عشان عبد الناصر زيدان زي ما احنا عارفين موالي تركي آل الشيخ، فكنت متوقع انه هياخد صف حسام عاشور، ما حصلش الكلام ده، وده برضه شيء يحسب له. لسه مستني واحد معين هقول لكم مين بعدين ان شاء الله يعني، ولكن ده انا مش عارف يعني، انا مش مصدق ان الواحد ده يعني هياخد موقف حسام عاشور، لكن في ارهاصات بتقول ان هو ناوي ياخد موقف حسام عاشور، لسه ما سمعتوش، بكره ان شاء الله يعني لو لقيت حاجه تستاهل هتكلم بكره ان شاء الله. اما بالنسبه المحسوب علينا اهلاوي والمحسوب علينا كابتن النادي الاهلي مصطفى يونس، النهارده طلع مع اسلام صادق من شويه وعمل حلقه اقل ما يمكن وصفها انها حلقه دنيئه، في هجوم على الكابتن محمود الخطيب، وفي الادعاءات كالعاده الكاذبه، وفي الادعاءات اللي احنا ما جيناش فيها، يعني انت جوزت حسن حمدي، انا مالي؟ يقول لك انا اللي جوزت حسن حمدي وما كانش موافق عليه ابو مراته كلام تعبت يعني، انا شخصيا تعبت منه، ولكن لا انا اللي هستغله من خلال مفتتح رد على او تعليق، طبعا مش رد، راجل محترم استاذ نبيل، في التعليق على الاستاذ نبيل اني النهارده بيرجع تاني اسلام صادق يطرح على مصطفى يونس السؤال التاريخي خلال الفتره دي، هو الخطيب نجح بنسبه كام؟ فالكابتن مصطفى يونس قال 15%، وبدا يقارن ما بين ادارته واداره مرتضى منصور اللي هو ممتاز من وجهه نظره. طيب يا استاذ اسلام، يا كابتن مصطفى، يعني مش عارف اقول لكم ايه، يعني في مثل مصري حلو قوي لك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. هل النهارده بالنظر للفضائح الموجوده في ميزانيه نادي الزمالك، هل يمكن وصف الاداره المسؤوله عن ميزانيه نادي الزمالك الحاليه انها اداره جيده فضلا عن انها تكون ممتازه؟ ده سؤال. لما تيجي تقرا تقرير مراقب الحسابات هتلاقوا ان تقرير مراقب الحسابات بيذكر ان في بعض التفاصيل المهمه زي مثلا ان هم ما اطلعوش على ارصده النادي، في مستحقات للاعبين ما تمش ذكرها في الميزانيه، في بعض الحاجات اللي اتحسبت يعني مثال مثلا في مبلغ مقسوم على 20 سنه، هذا المبلغ تم وضعه كله في ميزانيه السنه دي، ده نماذج يعني يعني غيض من فيض، وتلاقي مصطفى يونس واسام صادق بيتكلموا عن ان الاهلي لا ادارته وحشه. يجي يرجع تاني اخرج من موضوع الميزانيه، بتتكلم عن جوزفالدو فريرا، بتتكلم عن جروس، بتتكلم عن حمدي النقاز، بتتكلم عن لسه خالد بطيب قريب، بتتكلم عن العقود اللي تم تسريبها التي تؤكد على ان اداره الزمالك ما عندهاش اي فكر قانوني، ما عندهاش اي فكر احترافي، ما عندهاش قدره على تقدير اللاعبين، انت بتتكلم عن عقود مرعبه، محمد عواد بياخد مبلغ كبير جدا جدا غير منطقي، فرجاني ساسي
عقد سيف فاروق جعفر، عقد اللعيب المسكين اللي بيلعب في الدفاع بطاقة محمد عبد الغني. تسريبات العقود وضحت بشكل كبير جدا ان في كارثه في مرتبات لعيب الزمالك، ولكن مصطفى يونس لا يرى ان مرتضى منصور افضل من الخطيب او ممتاز. لكن الخطيب 15%، ميزانيه الاهلي ممتازه، قدره الاهلي على انه يحقق استثمارات واقعيه من خلال عقود البث والرعايه، من خلال حصول الاهلي على عقد رعايه ملابس بدلا من عقد شراء الملابس اللي كان قبل كده، اللي سبورتا سابت الاهلي ومشيت. فرع طيبه في الاقصر، استاد السلام اللي هيتحول اسمه استاد النادي الاهلي وبمبالغ الاهلي هياخدها، انضمام بعض الاراضي او بعض الاماكن للنادي الاهلي لتوسيع النادي الاهلي مره تانية، التعاقد مع رينيه فايلر، صفقات السله، بطولات السله، بطولات الطايره، بطولات الالعاب الجمعيه، بطولات الالعاب الفرديه. حتى اللحظه دي النادي الاهلي لا يزال متفوق في عدد البطولات في عصر محمود الخطيب على مرتضى منصور، ولكن كل ده لا يراه مصطفى يونس، ويرى ان الخطيب ناجح بنسبه 15%. يتسال مصطفى يونس ايه السبب، يقول لك اصل شوف تركي آل الشيخ قال ايه، يعني نضع انا عيل معدي في الشارع شتمني، عيل ايه مني ان عيل شتمني او غلط فيا. السؤال بقى، هل إدارة الأهلي ردت؟ هل إدارة الأهلي أثبتت إن هي بريئة من الاتهامات اللي ساقها تركي آل الشيخ؟ أثبتت بحكم قضائي، ولكن لأني الإعلام مش قلقان من إن يبقى في رد فعل من النادي الأهلي، بلاش حيطة الأهلي واطية، مش قلقان من ده، فسايب واحد زي مصطفى يونس ينطلق كما يريد. وأمثاله وآخرين من دونهم لا نعلمهم. ونيجي بقى نبص على الناحية التانية، تلاقي ميزانية، تلاقي عقود، تلاقي الكوارث اللي حصلت القانونية اللي هددت نادي الزمالك أكتر من مرة بخصم نقط وبإلغاء قيد. وخلي بالك بقى بالنظر إلى أن الملعب الرئيسي مرتضى منصور هو الملعب القانوني. كل هذا لا يراه الإعلام المصري المحترم المتمثل في امثال هؤلاء. فده اللي انا عايز اوضحه للاستاذ نبيل ولجميع الاصدقاء اللي بيتابعوني في القناه، لان في النهايه انا شايف ان ده واجبي ناحيه الناس اللي بيتابعوني ان انا اوضح وجهه نظري. وعايز اقول ان برضو هيفشل هذا الاعلام في كبح السيارة الأهلوية أو كبح النفاسة الأهلوية، يعني ببساطة شديدة جدا أنتوا كل يوم عندكم فضايح، كل يوم عندكم بلاوي، كل يوم عندكم كوارث، أما إدارة الأهلي تنتقل من إنجاز إلى إنجاز حقيقي، مش بالكلام، مش بالإدعاء، مش بالرط. وعايز أقول حاجة، يعني النهارده مثلا في خبر من ضمن الأخبار اللي تم تجاهلها ما تمش اهتمام بيها، إن محمد بيومي خبير اللوائح أعلن انسحابه من ملف نادي القرن لأسباب تعود إلى إني فعلا قضية الزمالك خاسرة. طبعا ما حدش اهتم بالموضوع وما حدش بص له، وباستثناء كابتن أحمد شوبير، نتيجة إن كابتن أحمد شوبير خارج عن طوع مرتضى، زي ما برضه الميزانية هتكلم عن عبد الناصر الزان ومحمد شبانه، لأن دول خارجين عن طوع مرتضى مش في الإطار بتاع مرتضى. ما يفرقش معهم ان مرتضى يزعل منهم او ما يزعلش، ان هو كده كده زعلان منهم، كده كده عنده مشاكل معاهم، فطبيعي هذا الاعلام بيتكلم عن وقائع تؤكد فساد اداره الزمالك. وبعدين يا جماعه احنا هنروح بعيد ايه؟ بكره ان شاء الله الدوري هيبتدي مباراه الزمالك والمصري، وهيرجع الزمالك حتف انفه يلعب مباراه الدوري العام غصب عنه وغصبا عن مرتضى بعد كل اللي قاله قبل كده انه مش هيلعب الدوري. بس ببساطه شديده جدا. اما بالنسبه للتعليق على موقف، مش موقف حسام عاشور، التعليقات اللي اتقالت، فالنهارده بصراحه في حاجه كتير اتقال في الموضوع ده، ولكن مش عارف ممكن الواحد يتكلم في الموضوع ده ان شاء الله بكره او ما يتكلمش حسب ما يستدعي الامر، لكن انا حبيت ان انا اوضح حاجه وفي نفس الوقت اعلق على حلقه مصطفى يونس بالمره، لانه كله منفض على بعضه، وليكم مني كل الحب، وارجو من حضراتكم ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم
الفيديوهات قوي بقوي، وتفعل وتعمل لايك وشير، وربنا يقدر لي دايما على يعني تقديم المعلومة أو تقديم الفكرة الجديدة أو الفكرة مش كتير بيبصولها، على الأقل من زاويتي أنا. وربنا هو الموفق سبحانه وتعالى. السلام عليكم.